اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله الدرس بتاعنا يعتبر ريفيجن عن مجموعه الدروس اللي بتتكلم عن الميجرنج لينسز. احنا كنا قلنا قبل كده ان انا عشان اقيس اللينس محتاج اعرف حاجه اسمها الستاندرد يونت اوف ميجرنج. هنقيس بايه؟ ايه اليونت اللي هنقيس بيها؟ اتعرفنا على 3 يونتس اوف ميجر، اولهم المليمتر، وبعد كده السنتيمتر، وبعد كده الكبير خالص اللي هو الايه؟ اللي هو المتر. يلا مع بعضنا نعمل ريفيجن على المجموعه دي. احنا قلنا ان انا عندي المليمتر بنقيس بيه الايه؟ الحاجات الصغيره خالص، يعني مثلا الويدز بتاع الايه؟ بتاع القصه بتاعتك 6 مليمتر، دي حاجه صغيره جدا. طب السنتيمتر كنا بنقيس بيه الحاجات الاطول شويه، يعني ممكن مثلا التشايلد، في تشايلد طوله 130 سنتيمتر. طب التري، التري والحاجات الكبيره بنقيسها بالايه؟ بنقيسها بالمتر. طيب تعالوا نشوف هنا براكتس كده سريع. بيقول لنا ايه؟ رينج ذا استيميتنج لينث. استيميتنج يعني التقدير، انت هتقدر التشير مثلا لما اجي اقدر الطول بتاعه هنقدره بالمتر ولا بالسنتيمتر؟ بقى المتر اللي بقيس بيه التري والحاجات الكبيره جدا اقيس بيه التشير الصغير ده؟ لا طبعا، يبقى احنا هنقيسه بايه؟ بالسنتيمتر. يبقى دي كده الايه؟ كوركت انسر. طيب الباص، الباص لما اجي اقيس طوله قد ايه؟ اقيسه بالمليمتر؟ بالمليمتر الصغير قوي قوي قوي؟ هل معقول كل ده 6 مليمتر بس؟ ولا اكيد 6 متر؟ لا 6 متر. طيب هنا البيس اوف كيك، احنا عايزين نشوف السكنس بتاعها، السكنس الصغير ده، هل السكنس الصغير ده 13 سنتيمتر؟ احنا شفنا، احنا قلنا ان ال 5 سنتيمتر تقريبا قد كف ايدك، هل السكنس ده هيكون قد كف ايدك واكتر كمان؟ لا طبعا، يبقى اكيد ده كام؟ ده اكيد 8 مليمتر. طيب نيجي نشوف النحله، النحله عندي اللينس بتاعها كام؟ 10 سنتيمتر. بقى معقول يكون في نحله 10 سنتيمتر؟ تبقى كبيره جدا. امال تبقى كام؟ تبقى 10 مليمتر. طيب نيجي نشوف البيكتشر، الصوره، الصوره تبقى 50 مليمتر. احنا قلنا لما نحول المليمتر للمتر بنعمل ايه؟ بنريموف زيرو من الرايت، يعني دي كده 5 سنتيمتر وعندي هنا 50 سنتيمتر. طب نختار 5 ولا نختار 50؟ الاثنين بالسنتيمتر. يبقى نبص على الصوره، دي صوره بتتعلق على الحيطه، يعني صوره كبيره، يبقى صعب قوي تكون 5 سنتيمتر، ما ينفعش تبقى قد كف ايدك. امال اكيد تبقى كام؟ تبقى 50 سنتيمتر. نيجي نشوف هنا اللام اللي بنحطها على الديسك، هل هي 30 سنتيمتر ولا 30 متر؟ مستحيل طبعا تكون 30 متر، لان المتر حاجه كبيره جدا. امال هي تبقى ايه؟ تبقى 30 سنتيمتر. تعالوا مع بعضينا نشوف الريفيجن دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ميجر ذا لينث اوف ايتش سترينج. كل حبل من دول عايزين نقيس الطول بتاعه. Then arrange from the shortest to the longest. وبعد كده هنرتبهم من الاقصر للايه؟ للاطول. يبقى احنا محتاجين الايه؟ الرولر بتاعتنا. احنا هنقيس بايه؟ اليونت بتاعتنا ايه؟ مليمتر. طيب تعالى نشوف اول ايه؟ اول سترنج. نحط المسطره بتاعتنا زي ما احنا متعودين، الاول على الايه؟ على الاول، ونظبطها بالظبط. نيجي نبص هنا، لو ادي اول الزيرو اهو على اول ايه؟ على اول الشرطه بتاعته بالظبط اهو. هنلاقيها عامله ايه؟ ادي 3 سنتيمتر. جايه بعديها كام؟ جايه بعديها 3 شرط، يبقى بعد الايه؟ بعد ال 30 ب 3، يبقى كام؟ يبقى 33. يبقى دي هنا كام؟ يبقى دي هنا كده 33. طيب نيجي نشوف الحته اللي هي الايه؟ الجرين ديت. هي اولها هنا اهي على الزيرو بالظبط، وهنا هنا قبل الفور بشرطه واحده، يعني ايه؟ يبقى بعد الثري ب 9 ماركس، يبقى هنا الثري قلنا تبقى 30 مليمتر، ونضيف عليها 9 تبقى 39، يبقى هنا 39 مليمتر. نيجي نشوف اللي بعديها، لازم نظبط الزيرو عند الايه؟ عند الاول بالظبط. نيجي نبص هنا نلاقي بعد التو اهي، وادي الشرطه بتاعت الايه؟ بتاعت الهاف، بتاعت النص، بعديها بشرطه، يعني بعد ال2 بكام؟ ب 6، يبقى هنا ال2 نقول 20 ونقاد عليها 6، يبقى 20 كام؟ يبقى 26، يبقى دي كده 26. طيب نيجي اللي بعد كده،
هنا ادي 0 على 0 جايه لحد فين؟ جايه لحد ال 3، يبقى بعد ال 2 بثلاث شرط. ال 2 قلنا ان هي 20 ملم، حط عليها كمان 3 تبقى 23 ملم. بعد كده بيقول لي الرينج من الشورتست للايه؟ لللونجست. يبقى نيجي نشوف مين اصغر حاجه عندنا؟ اصغر حاجه عندنا اللي هي 23، يبقى نحط 23 الاول. وبعد كده ايه؟ 26، وبعد كده 33 and 39. يبقى ده اقصر واحد وده اطول واحد. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي measure the length of each crayon then complete. يعني عايزين نقيس اقلام التلوين دي ايه؟ كل واحد فيهم قد ايه؟ نجيب المسطره بتاعتنا ونقيس. تعال نشوف ده كده، نحط اوله على اوله بالظبط ونشوف اخره فين. لما نيجي نبص على اخره نلاقيه جايب ايه؟ ثلاث شرط. ثلاث شرط بعد ايه؟ بعد التو. التو اللي هي 20 ملم ومعاها 3 يبقى 23 ملم. يبقى اليلو 23 ملم. لازم نكتب ام ام. طيب نيجي نشوف الريد، ادي اوله اهو جاي لحد فين؟ لحد الايد بالظبط، الشرطه بتاعت الايد. يعني بعد التو هنعد 8 هنوصل لحد ال 28 ملم، يبقى الريد عندي 28. طيب نيجي نشوف البلو، اوله اهو جايب لحد بقى ادي ال 3 سنتيمتر او ال 30 ملم. نعد بعديها كام شرطه؟ هنعد بعديها 8 شرط، يبقى 38 ملم. يبقى البلو عندي 38 مليمتر. طيب اللي بعد كده الاورنج، ادي اوله اهو بالظبط 6 سنتيمتر. ال 6 سنتيمتر دول يعني كام مليمتر؟ الاورنج عندي هنا يبقى 60 مليمتر. بنقاد 0 على الرايت. طيب نيجي اللي بعد كده اللي هو الايه؟ الجرين. ادي من اول الزيرو جاي بعد النص بشرطه الفور اللي هي 40، ودي كده يبقى 45 ملم، وعندي شرطه يبقى 46 ملم. يبقى الجرين 46 ملي ايه؟ ملم. طيب نجاوب بقى على الاسئله اللي هو بيسالها لي. بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي the color of the longest crayon is ايه؟ مين هو اطول قلم تلوين عندي؟ نبص هنا نلاقي الايه؟ ال 60 ملم قدام مين؟ قدام الاورنج، يبقى الكار مين؟ الاورنج. طيب وعايز الشورتست، فين عندي هنا الشورتست اللي هو الايه؟ ال 23 ملم اللي هو ايه؟ اللي هو اليلو. طالما مع بعضينا يا حبايبي نشوف اكسرسايز جميل جدا. بيقول لي measure the length of each line in centimeter and in millimeter. وبعد كده عايزين نكمل التيبل، في تيبل هنكمله، وعايزين نعمل التو لاين بلوكس. انا هسيبكم تعملوا الحاجات دي اكسرسايز. يعني ايه؟ انا عايزك تقيس دلوقتي، حط رولر بتاعتك على الريد لاين ده، حط اولها هنا وشوف اخرها هنا، هيجيب معاك لحد فين؟ هيجيب على الرولر عندك نمبر كام؟ لما هتيجي تقيسه بالرولر هتلاقي اللينس بتاعه ايه؟ 6 سنتيمتر. طيب بالنسبه لللاين ده هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه 7، يعني في البوك بتاعك هتلاقيه 7، وهنا هتلاقيه 6، وهنا هتلاقيه 4، وهنا هتلاقيه 3، والبلو ده لما هتقيسه هتلاقيه 5. المفروض تعمل تشيك دلوقتي على كل اللاينز دي. والبلاك لاين ده هيطلع معاك 7 سنتيمتر، واليلو لاين ده هيطلع معاك 9 ايه؟ سنتيمتر. طيب هو عايزنا ايه هنا؟ عايزنا نعملها بالمليمتر. نفتكر مع بعضينا الرول ازاي نحول من السنتيمتر للمليمتر. قلنا بنعمل ايه؟ بنقاد 0 اون ذا رايت، يعني ال 6 تبقى ايه؟ نحط لها 0 على الرايت تبقى 60، ال 7 نحط لها 0 على الرايت تبقى 70، ال 6 نحط لها 0 على الرايت تبقى 60، ال 4 نحط لها 0 على الرايت تبقى 40، وهنا ال 3 لما نحط لها 0 على الرايت تبقى كام؟ تبقى 30، تمام، وال 5 تبقى 50، وال 7 سنتيمتر كام مليمتر؟ يبقى 70، وال 9 سنتيمتر كام مليمتر؟ 90. طيب يلا بقى نعمل التيبل، نكمل التيبل.
عايزين نعملهم بالسنتيمتر والايه والمليمتر، نجيبهم كده بالترتيب. الريد كان كام؟ الريد كان 6 سنتيمترز، البلاك 7، الجرين 6، الفايوليت عندي كام؟ 4، اليلو 9، الجراي ادي الجراي اهو كام؟ 3، البلو فوق، البلو عندي كام؟ البلو عندي 5 والاورنج 7. طيب لو عايزين نجيبهم بقى بالمليمتر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقاد 0 على الايه؟ على الرايت، يعني ال 6 تبقى 60، 7 70، 6 60، 40 90 30 50 and a and 70. سهل جدا، اكسرسايز سهل وجميل، بيأكد على معلوماتنا ان السنتيمتر ايكوال 10 مليمترز. طب نيجي نشوف بقى اللاين بلوت نعمله ازاي. هنا اللينسز ان سنتيمتر وهنا اللينسز ان ملي ايه؟ ان مليمتر. طب اللينسز ان سنتيمتر نحط ايه النمبرز اللي عندي؟ تعالوا بصوا نعمل ايه. مين اقل نمبر عندي؟ اقل نمبر عندي ايه؟ ال 3. اقل نمبر عندي ايه؟ 3. يبقى ابدا بيه، يبقى هنا 3 4 5 6 7 8 اند ايه؟ اند 9. ما نجيش نحط 1 لان انا ما عنديش 1 سنتيمتر. اجيب اقل فاليو واكبر ايه؟ واكبر فاليو. هنا بيقول لي كل اكس ستاندس فور 1 لاين، يعني الاكس هتعبر عن لاين واحد. طب نيجي نشوف اللاينز اللي اللينس بتاعها 3، عندي كام واحد؟ عندي واحد بس اللي هو الجري، نحط اكس واحدة. طيب بالنسبة عندي لللاينز اللي اللينس بتاعها 4، عندي كام واحد؟ عندي واحد بس اهو، يبقى نحط هنا. طب اللينسز 5 عندي كام واحد؟ عندي واحد برضه اهو اللي هو البلو. طب اللاينز اللي اللينس بتاعها 6 عندي كام واحد؟ هنا خد بالك عندي بقى هنا الريد اللينس بتاعه 6 والجرين اللينس بتاعه 6، يبقى اعمل ايه؟ نحط هنا 2. طيب وال7 اللاينز اللي اللينس بتاعها 7 كام واحد؟ عندي البلاك اهو وعندي الايه الاورنج، يبقوا كام واحد؟ يبقوا 2، يبقى احط هنا 2 اكسز. طب وال8 هل انا عندي في ال8 حاجه؟ ما عنديش، ما نحطش. طب ال9 عندي واحد بس اهو، يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا اكس. طيب تعالوا نشوف بالنسبه بالمليمتر. لما نيجي بقى بالمليمتر احط التدريج اعمل ايه؟ ابدا ب30، يبقى هنا 30 40 50 60 70 80 اند ايه؟ اند 9. لازم السنتيمتر يبقى بالظبط هو هو المليمتر، لان انا عندي هنا كام واحد اللينس بتاعه 30 مليمتر؟ هو واحد بس اللي هو الجري. طب وبالنسبه لل 40 هو واحد بس، وال 50 كذلك واحد بس، ال 60 عندي 1 و 2، هم لازم يطلعوا زي اللي فيهم بالظبط. لازم اليونت بتاعتك اللي بتقيس بيها ما بتفرقش معاك في الايه؟ في الاعداد دي. وبكده يبقى احنا خلصنا الريفيجن اللي على المليمتر والسنتيمتر والميترز. الريفيجن دي مهمه جدا، لازم تتعلم بعد الدروس دي ازاي تمسك الرولر بتاعتك وازاي تقيس اي حاجه انت عايز ايه، عايز تقيسها. اي حاجه انت عايز تقيسها تروح بالرولر بتاعتك تحط الزيرو على اولها وتشوف اخرها واصل معاك لحد كام. لو عايز تجيبها بالسنتيمتر هتكاونت الايه النمبرز اللي موجوده، لو عايز تجيبها بالمليمتر هتقاد زيرو ايه على الايه على الرايت. وبالتوفيق ان شاء الله.